يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل حرف ما في قوله سبحانه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هل هو ما النافية؟ إلى، نعم لا شك أنه نافية، ما نعبدهم إلا ليقرب، حصر، هذه قال له صيغة الحصر مكونة من نفي واستثناء، ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا، نعم فهي نافية مكونة من نفي واستثناء، نعم.